أحمد من كربلاء يقول: هل يجوز السكن في المنطقة التجاوز؟ سماحة السيد، لا يجيز إحياء الأرض إلا بإذن الجهات المسؤولة ذات الصلاحية القانونية. هاي الأراضي المتجاوز عليها، البعض منها شوارع، البعض منها ساحات، البعض منها حدائق، البعض منها مستشفيات، فما يصير، ما يجوز شخص يقوم بإحياء هذه الأراضي من دون إذن الجهات المسؤولة. من المسؤولة؟ البلدية، الطابو، بإذنها، بإذنها ما يخالف، أما من دون إذنها ما يجوز. الجهات المسؤولة ذات الصلاحية القانونية.